الولاية تاعنا قلت يا الحمد لله اليوم في الجانب هذا تاع المسابح راهي تقريبا رائدة. عندنا حوالي تقريبا 15 مسبح، عندنا 9 مسابح جوارية، وعندنا 3 مسابح نصف أولمبية بالإضافة إلى أحواض السباحة، وكاين برامج أخرى راهي في طور الإنجاز. يعتبر هذا المسبح مكسب ليهم لأنه السنة الأولى اللي يدخل حيز الخدمة، كذلك هي تعتبر من مناطق الظل، والحمد لله يعني هذه جهود الدولة انه هذا المكسب راه وضع تحت تصرف شباب المنطقه. اولادنا يعني يمشوا غير البيرك مستنقعات، راك عارف كانت حالات تاع الغرق بزاف، والحمد لله يعني المكسب هذا جديد وتحافظوا عليه، ورانا احنا كمنشطين سباحين هنا رانا تابعين المتطوعين يعني من الشباب والرياضه. كاين المسبح كنا مغبونين في الوديان والبيرك، الحمد لله راهم كاينين ياسري، كنا في الوديان كان اللي كان يغرق اللي كان يموت، الحمد لله اللي حلوا لنا البيسان، وكاين الحمايه اللي يعاونونا كان يغرق واحد، وكاين اللي يعلمونا.